التنميه بين وزاره التربيه والتنميه بين الجيل هو انه في العابرين مجموعه من المواطنين الساكنه في المنطقه عبر المنصور اقوم بفاره وانتزل في تدريب النيابه من وزاره التربيه الوطنيه ساكنه الرجاليه المغربيه والخطابيه المغربيه في تدريب الموبيل وهذا الدعم من فرات اللي اقوم بنيتي التوريم ذا ممنوع وزمان بقى تدريب التوريم التموز يجنو قطوع يعظم ولكن النيابه من وزاره التربيه الوطنيه سيد الليل